Excellence, where beauty is perfected. أعزائي المشاهدين، كما عودناكم في برنامجكم الأسبوعي أن نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا الأسبوع نستضيف الدكتور أحمد المشهور. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، اهلا وسهلا، شرفتنا. لنا الشرف في لقائك اليوم وتكون ضيف برنامج اماراتي. حابين نتعرف شخصك الكريم، من هو مع حفظ الالقاب احمد المشهور. أحمد المشهور هو طبيب أمراض جلدية وتجميل. أنهيت دراسة الطب بسوريا وتابعت بالاختصاص بسوريا، عملت الدراسات العليا أو الماجستير بسوريا، وكنت أمام مفترق طرق بذاك الوقت. كانت المشاكل ببدايتها والأحداث بسوريا، عم نحكي بال 2011 أو تقريبا بداية 2012. فكنت أمام قرارين مصيريين، إما أنه تابع بالموضوع الأكاديمي، يعني كمل دكتوراه وكمل أستاذ جامعة، وهذا كان بصراحة طموحي بذلك الوقت، أو نتيجة الوضع أو المشاكل اللي كانت، أنه بلش اشتغل كطبيب جلدية. فاختاريت الطريق الثاني كمان لأنه صدف أنه بال 2012 أنا ارتبطت أو كان في مشروع زواج ما شاء الله. نعم، وطلعت أنا وزوجتي، زوجتي كمان هي طبيبة، لدبي للإمارات. ومن هون ابتدأت الرحلة أنه بلشت أعمل كطبيب أمراض جلدية وتجميل.2020 كان عندنا تحديد أو إلهام في فتح مشروعنا الخاص. بال 2020 بالكورونا تحديداً، طبعاً أنا لما بلشت أشتغل هون بلشت أشتغل كموظف كطبيب، وكنت الحمد لله مبسوط ومرتاح. لكن لما إجت الكورونا كان في إشارة اعتبرتها أنه أنت كموظف أولاً وأخيراً عند أي هزة عم تتعرض لضغوطات كبيرة، بتعرف في عندك التزامات، في عندك كتير اشياء، وبالمقابل الشركات اللي انت ممكن عم تشتغل فيها عم تقلك كمان نحن كشركة صار في عنا ضغوط، وتعرف تتذكر فترة الكورونا اللي صارت. فهون كانت الفكرة انه لا، انا I need to start، بلش شيء لإلي. فكان في مرحلة انتقالية او تجربة انتقالية، خلينا نقول بسموها to test the water، لنشوف انه لتنتقل من عقلية الموظف لعقلية انه تستثمر، يجب انه يكون في مرحله انتقاليه تجرب فيها حالك، تشوف هل انت قادر. مو كل طبيب ناجح ممكن يكون رب عمل، خلينا نقول، او مدير لعمل. فكانت هاي الفتره اللي انا عم جرب فيها حالي السكيلز، مو كطبيب، لا كمستثمر وكطبيب كاداري. فالحمد لله كانت جيده، ومن هون اجى القرار انه ابني شيء لحالي وبلش اعمل شيء لحالي، ومشروعي الخاص اللي هو كان اكسلاج.
إكسلاج اليوم اللي يميز حاله في ظل المنافسة اللي موجودة داخل السوق. خلينا نتكلم أكثر عن الخدمات اللي تقدمونها والتخصص اللي تخصصت فيه. الفكرة كانت بإكسلاج أنه حتى كثير من أصدقائي قالوا لي أنه أنت ليش بدك تفتح شيء لحالك وتعرف أنه هو تعب وفي هدك وفي مصروف أكثر وفي الفكرة كانت فكرة كل طبيب بالأخير أنه يكون في له مخاطرة طبعاً فكرة كل طبيب أنه يكون هو بعيادته الخاصة أو بعمله الخاص. أنا كانت فكرتي لا أنه أنا طبيب بس ما بدي يكون أنا الون مان شو، ما بدي يكون أنا بعيادتي، أنا بدي يكون بدنا ننشئ شيء مجموعة مراكز تهتم أولاً وأخيراً بالكواليتي. ليش؟ شوف المستثمر لما يبلش أي مشروع بيحط كهدف رئيسي الربح. صحيح. هذا شيء طبيعي وهذا شيء من حقه. الطبيب لما يبلش مشروعه الخاص اللي عم نحكي كمراكز أو كمشافي أو كعيادات يكون الهدف اللي أمامه الربح والحفاظ على السمعة. فمن هون بيجي أنه أنت هون عم تستثمر رأس مالك سمعتك أولاً ومن ثم رأس المال الفلوس اللي أنت عم تحطها. لهيك كان التوجه بإكسلاج أنه يكون مركز بهاي ستاندرد في ينافس. نحن عم نفتح بدبي وبأرقى مناطق دبي، فبالتالي لازم تكون المنافسة بالعكس، نحن نحب أنه ننافس ونتنافس بالكواليتي، بمعنى أنه يكون في عنا أفضل الأطباء، بيكون عنا أفضل الأجهزة، بيكون عنا أفضل سيرفيس ممكن تتقدم، ويكون في تراست في ثقة. يعني البيشنت أو الكلاينت هن they already وثقانين فيك كطبيب باسمك لأنه هن مجربينك، فبالتالي أنت لازم ما تخيب ظنهم لما بدك تعمل مشروعك بالخدمات الثانية اللي هي خدمات السبا أو التجميل أو الفيشل أو بقية الأطباء أو الجراحين، لأنه رأس مالك الحقيقي هون هو اسمك أنت الطبيب اللي قام بهذا المشروع واللي قام على اسمه واللي هو عم يحاول يتوسع فيه. والخدمات اللي نقدمها اليوم داخل مركز الخدمات اللي نقدمها هي الخدمات الأمراض الجلدية، علاج الأمراض الجلدية بكل أنواعها والمشاكل الجلدية، خدمات التجميل اللي تتضمن التجميل غير الجراحي سواء كان إنجكشن أو فيلرز أو بوتوكس، والتجميل الجراحي العمليات الجراحية والعمليات الجراحية والترميمية. في عنا أطباء موجودين معنا، في عنا أطباء بيجوا باختصاصات من خارج دبي أو من خارج المنطقة سواء كان من ألمانيا، في عنا اختصاص اللي هو السكين كانسر مابينج اللي هو بنعمل سكرينينج للأشخاص عالي الخطورة بموضوع السرطانات الجلد، وفي عنا أطباء بيجوا من ألمانيا متخصصين بهذا الموضوع، وفي عنا علاج أمراض الشعر ومشاكل الشعر، وفي عنا الاهتمام بشكل عام بالويلنس أيضا يعني بالصحة الجسدية. فعم نحاول نجمع التجميل مع الصحة الجسدية لأنه هو الموضوع ينبع ببدايته من الداخل، يعني اللي عنده صحة جيدة نحاول أنه كمان يمتلك بشرة جيدة. فالفكرة كلياتها كانت أنه نعمل شيء يغطي كل موضوع الجمال الخارجي وايضا الصحه الداخليه. اليوم مركز إكسلاج يشتهر اكثر في اماره دبي في البحث في مجال الامراض الجلديه، ممكن نسلط الضوء اكثر عن الحلول اللي وصلتوا لها والخدمات اللي تقدمونها في هذا المجال؟ بالنسبه للامراض الجلديه بتعرف عم نحاول يكون في عندنا حتى شيء اسمه سب سبيشاليتي، يعني في تخصص بالأمراض الجلدية كلياتنا متخصصين، ولكن حاليا كمان صار صفى الموضوع أنه نروح لسب سبيشاليتي لتحت تخصص سواء كان بأمراض مثلا الأكزيما، سواء كان بأمراض الشعر، سواء مثل ما حكيت لك أمراض سرطانات الجلد، وعم نحاول أنه يكون في معنا طبيب أو أخصائي هو مختص بتحت هذا الاختصاص، يعني مختص فقط بأمراض الشعر. نعم. فهذا من الأشياء الكثير صعبة إنه أنت تلاقي في أشخاص أو أطباء عاملين سب سبيشاليتي أو اهتمامهم فقط أمراض الشعر أو اهتمامهم فقط السكين كانسر. ليش؟ لأنه قلت لك دبي فيها كم كبير من المراكز الطبية، لحتى تكون أنت متميز لازم نروح نتجه لتحت هذا الاختصاص.
يعني مثلا في عنا أطباء مختصين فقط بعمليات الجسم، سواء كان نحت الجسم، الشفط، الجراحات، كل هاي الأمور، وأطباء آخرين مختصين فقط بالوجه، صحيح، بجراحات الوجه أو بالإنجكشن اللي بتصير بالوجه. إذن الفكرة كله أن أنت تتميز باختصاصك، صحيح؟ صحيح. نحن عم نتميز مو بس باختصاصنا، بتحت هذا الاختصاص، بالفرع الدقيق من تحت هذا الاختصاص، اللي هو مثل ما اتفقنا أنه عم نحاول نجيب أطباء متميزين في كورنر أو في زاوية معينة. بفضل خبرتك الواسعة دكتور في هالمجال، ومجال مهم جدا خاصة الجلدية، أهم الشائعات الخاطئة اللي قاعدة تتمارس في الفترات الحالية أو عبر النت في كثير من الفيديوهات والمقاطع اللي تتكلم وتكون أغلاط بعض الكريمات استخدامها، شو الأغلاط أو الأخطاء الشائعة اللي تشوفها أنت في الفترة الحالية؟ شوف، السوشيال ميديا هي بصراحة سلاح ذو حدين. السوشيال ميديا اللي هل هو بيزيد أو بيعمل مور ترافيك للبزنس أو للشغل؟ أكيد فينا نستخدمه مثل أي شيء، سواء كان بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. المشكلة في موضوع الجلدية والتجميل، استخدام السوشيال ميديا عم يكون فيه له كثير أثار سلبية، سواء كان على الناحية النفسية، سواء كان على التأثير على المراهقين والمراهقات بهذا العمر اللي هن ممكن يكونوا سنسيتيف أو شخصيتهم لسه ما اكتملت وما قويت، وعم يكون فيه تأثير كثير كبير من الانفلونسر لأنه عم يشوفوا وورد وايد، صحيح، كل شيء موجود، لكن عم يشوفوها بطريقة، للأسف عم يستخدموه بطريقة بزنس وتتسمى لاكجري في للبيع. بعض المناطق لاكجري أكثر، نعم، عم يستخدموها للبيع، وهذا شيء غير صحيح. هو اسمه طب الجلد والتجميل، صحيح، هو بالأخير طب وليس ترند. بالأخير يعني في بالطب، لما نقول طب يعني منقول أدوية، منقول علاجات، منقول في إلى فوائد وفي إلى آثار جانبية، صحيح. اللي عم بيصير هو عم نكون موضوع بيع. تاني شيء، في كتير أشخاص عم نشوفهم على السوشيال ميديا هنن ما لا يمتوا للطب بصلة. نعم. شو الصفة؟ والله الصفة أنا إيمج كونسلتنت، أنا مختص بأمراض، مختص بالبشرة. طب شو اختصاصك بالبشرة؟ هل في شهادات؟ هل أنت طبيب؟ هل أنت بالحقل الطبي؟ لا، لكن أنا عندي نظرة طبية. هاي مشكلة، المشكلة إنه ما في رقابة على هذا الموضوع، يعني أنت ما فيك تتحكم مين بينزل على السوشيال ميديا، على التيك توك، على الفيسبوك، على الانستغرام. أي حدا فيه يفتح حسابه فيه ينزل وفيه يقول شغلات مغلوطة أو ناقصة، مثل لما نقول ويل للمصلين، فهو بده يعمل ترند، فبيقول بالله هذا الكريم السحري، هذا العلاج السحري اللي بيعالج تصبغات وكلف وكذا 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 وكذا. بالأخير هو همه البيع، لكن ما في هو سمعة خايف عليها، ما في باك جراوند مثل ما قلت لك، ما في مرجعية طبية تسمح له انه يقول هذا الكلام، وهي حسابات ممكن تكون من خارج الدولة او من اوروبا او صحيح. من اي مكان ثاني، صحيح. فالموضوع صعب. نرجع لنقطة مهمة، انه هون يجي دور الاهل وهون يجي دور الاطباء. للاسف الاطباء ما عم يكون في عندهم الوقت الكافي ليكونوا على السوشيال ميديا، يعني انا كمان مثلا ما عندي وقت كافي انه تكون فعال اكثر، وهذا خطأ انا بعترف فيه، انه يكون فعال اكثر على السوشيال ميديا لنقابل هاي الإشاعات المغلوطة، لنفند الأمور اللي عم تكون عم نشوفها هي بس بزنس وايز، هي بوش إنه هالأشخاص يشتروا أو يعملوا هالإجراءات وهي غير صحيحة. وفي منظورك دكتور، لو نتكلم عن التطورات والاتجاهات المتوجهة فيها في مجال الطب الجلدية، وين نشوفها في الفترة الحالية وين متقدمة خلال السنوات القادمة؟ الطب التجميل بشكل عام عم يتجه نحو الريجنريتيف ميديسين أو طب إعادة التجديد والترميم من الداخل، يعني عم نحاول بعد كان في ترند من 10 سنين باستخدام المواد المالئة أكثر، حاليا الدراسات الجديدة والأبحاث اللي تطورت بالفترة الأخيرة بموضوع الخلايا الجذعية والإكزوزوم والعلاج من نفس الشخص، هذا راح يكون فيه له I think خلال هال10 سنين القادمة راح يكون هو الفيوتشر، راح يكون هو المستقبل في هذا الموضوع، في موضوع الخلايا الجذعية وبنك الخلايا الجذعية، وأتصور دبي راح تكون سباقة في هذا الموضوع، لأنه دبي تتميز دائما بأنه تخلق القواعد. يعني
أي شيء جديد ممكن يطلع بندخل في مشكلة إنه أخي طيب شو الرولز، شو الغايدلاينز، شو القواعد الشرعية، شو القواعد الحكومية اللي لازم تكون. حكومة دبي والإمارات بشكل عام تتميز إنه هي دايناميك فليكسبل. الفكرة الجديدة بدل ما تكون هي عبثية وبدل ما يكون إنه ما في إلى ضوابط، مباشرة نوضع لها ضوابط. هذا عم نحكي على موضوع مثلا الخلايا الجذعية، وتعرف صار في أخذ ورد إنه هل استخدام، هل ممكن استخدامها، شو القواعد الطبية والشرعية والحكومية اللي لازم تكون موجودة. صحيح. فهي اللي بتتميز فيه الإمارات، إنه هي حكومة ذكية تتأقلم مع المستجدات، تسبق أحيانا أو في كثير من الأحيان الدول الأخرى بأنه توضع ضوابط لهذا الشيء، وبحيث أنه تشجع الأشخاص على العمل تحت هاي الضوابط، ما يكون الموضوع عبثي. اليوم مركزكم مركز إكسلاج يضم العديد من الخدمات، وخاصة تخصصكم في الجلدية أكثر، ممكن نتحدث عن الخدمات اللي تقدمونها غير الجلدية كمان؟ الخدمات اللي هي مثل ما حكينا الجراحات، الجراحات الجلد والتجميل بأعلى المستويات، ونقدم أيضا الخدمات الرعاية الطبية اللي هي الويلنس أو الصحة العامة للرجال وللنساء. حاليا كمان راح يكون موجود عندنا الاختصاص التجميل النسائي، ومثل ما حكينا السكرينينج أو متابعة مرضى السرطانات الجلد وتشخيصهم والوقاية المبكرة. وهذا اختصاص تعرف نحن هنا في بيئة الشمس ساطعة كثير، وتعرف إنه الشمس هي من العوامل المؤهبة لسرطانات الجلد، خاصة بالبشرات الفاتحة، ودبي فيها كثير أشخاص هم قادمين من خارج منطقتنا. هلا نحن محظوظين بهذا الموضوع نسبيا، إنه البشرات الحنطية أو الغامقة هي أقل عرضة للإصابة، لكن الأشخاص الفيرسكين أو البشرات الفاتحة موجودين كثير بهاي المنطقة، وكان في جاب، ما كان في بصراحة مراكز متخصصة بهذا الموضوع. إكسلاج يقدم هاي الخدمة أيضا، وعم نفكر كمان مثل ما حكينا إنه نتوسع بموضوع إنه يكون في سب سبيشاليتي، يعني يكون في عيادة أو مركز تحت إكسلاج أو تحت الأمبريلا أوف إكسلاج هو متخصص بالتين إيجرز، يعني أمراض الجلد والجلدية عند المراهقين، سواء كان من إكزيما، تساقط أشعار، حبوب وغيره 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 وغيره. يكون في سب سبيشاليتي الأمراض الجلدية أو عند الرجال، يعني يكون عم نروح بحيث إنه يكون هو سب سبيشاليتي تحت اختصاص لتكون متميز ولتكون فعلا أنت متمكن. كل ما قللت يعني أو كل ما صغرت اختصاصك لتفوكس عليه أكثر، كل ما تميزت أكثر وكل ما كنت متمكن فيه أكثر. وهي الرؤية تبع إكسلاج أنه نكون نحن متميزين، أنه ما بس نكون من الأفضل لما نعد 10 مراكز بدبي، لا، نكون نحن دائما رقم مستمرين. واحد. كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه في كتاب رؤيتي، التميز دائما المطلوب، الوصول للرقم واحد مش سهل ولكن من الصعب المحافظة عليه. صحيح. بخصوص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي كان داعم لقطاعات السياحية العلاجية بشكل كبير ومستمر خلال السنوات الأخيرة اللي من 2018 تقريبا اللي أنشأت في إمارة دبي دعم السياحة العلاجية بشكل كبير في جميع المراكز والتخصصات، كيف ترى أنت دبي اليوم في الخدمات اللي تقدمها العلاجية؟ الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره. آمين. هذا الشخص يعني أنا أتمنى فعلا أتمنى أنه نستفيد من كل كلمة يقولها، نستفيد من الخبرات، نستفيد من تجربته في دبي، نستفيد من رؤيته في البناء، من استشراقه للمستقبل. صحيح. من تطويعه حتى للمستقبل. الشيء اللي قام فيه بدبي هو إنجاز، فهذا الإنجاز دائما يدفعك أنه إذا دبي هي قادرة أنه تكون هيك، فبالتالي نحن المفروض أنه نكون هيك. ونحن موجودين بدبي عم نمثل كمان صورة دبي للعالم، فلازم نكون متميزين. ما نقبل أنه نكون نحن أفرج، ما نقبل أنه نكون رقم موجود، لا، لازم نكون متميزين فعلي. بهذا الاختصاص. نعم. حكومة دبي نتيجة توجيهات الشيخ محمد مثل ما حكينا طوعت هالقوانين هاي، يعني أنا ما ممكن أوصل للي وصلت له لو ماني موجود بدبي، هاي حقيقة، وهي هذا لازم نعترف فيه. فضل دبي عليك ليس فقط بأنه pushing you أنه تكون أنت أفضل من ما أنت أفضل، لا، فضل دبي عليك كمان بهي القوانين
الفليكسبل اللي هي تساعدك بإنشاء البزنس تبعك واللي هي تدعمك واللي هي بهيئات صحة تخلق لك القوانين الناظمة لأنت تمارس عملك بتميز. صحيح. ويدفعونك دائما أنه تكون متميز دون من دون ما تخاف. بيشجعوك على أنك تأخذ الريسك وأنه تستثمر وأنه نحن في ظهرك. فهذا الشيء صعب جدا تلاقيه بدول ثانية للأمانة. أنا زاير وحاولت حتى ممكن أعمل بزنس بدول أخرى، لا يوجد حكومة تدعم مستثمرها ما مو من ابن المنطقة أو ما هو شخص إماراتي، مستثمر مثل ما دبي تدعم المستثمر بغض النظر شو جنسيته، بغض النظر شو قطاع. لا، نحن في ظهرك، أعطينا أفكارك اللي هي فعلا متميزة ونحن سبورت، نحن راح ندعمك بهذا الشيء. فدبي هي بصراحة مثال يحتذى فيه لكل العالم. أحمد المشهور، اليوم ما شاء الله عليك أثبت وجودك في دولة الإمارات وخاصة في إمارة دبي. من خلال التجارب والنجاح اللي حققته خلال الفترة الماضية، أكيد راح يكون عندك تطلع للمستقبل، راح يكون عندك أهدافك المستقبلية. ممكن تكشفنا عن الأهداف المستقبلية خلال السنوات القادمة؟ أكيد. الأهداف المستقبلية هي بصراحة أولاً الحفاظ على المكانة اللي وصلنا لها أو تميز بتقديم هاي الخدمات اللي عم نقوم فيها، وأيضاً التوسع. التوسع راح يكون بداية في دبي بافتتاح فروع أخرى، مثل ما حكينا بموضوع السب سبيشاليتي أو تحت الاختصاص، راح تكون فروع فقط تقدم الخدمات لفئة معينة من المرضى أو المراجعين. التوسع بفروع أخرى داخل الإمارات من ضمنها العين والإمارات الشمالية وحتى أبوظبي، ورؤيتنا خلال 5 سنوات أنه كمان نفتتح نطلع خارج الإمارات للافتتاح في منطقة الخليج العربي، ونتمنى التوفيق إن شاء الله بعون الله. الموضوع ما نسهل. صحيح. ما نسهل لأنه بدك تكون متميز بكل الفروع اللي راح تفتحها، بدك تحافظ على نفس الجودة أثناء التوسع. صحيح. الكواليتي، فهي هي دائما الصعوبة بالبزنس أو بالبرانشات لما تفتحها، إنه كيف يكون كل برانش في نفس الكواليتي، نفس كواليتي الأطباء، نفس كواليتي الخدمة. فهذا شيء مو سهل، لكن بعون الله نحن قادرين إنه نثبته بإذن الله. والله يوفقكم. أخيرا وليس آخرا، رسالة لدولة الإمارات. اليوم الحمد لله دولة الإمارات تنعم ب 200 فوق 218 جنسية تقريبا، فوق 100 نقدر نقول من الموجودين الجنسيات المختلفة من ناحية الكلتشرز، اختلاف العادات والتقاليد، وأنتم ما شاء الله عليكم راضين جميع الجنسيات هاي. كرسالة نوجهها لدولة الإمارات اللي ضمتنا في داخل الدولة هاي على نعمة الأمن والأمان اللي موجودين احنا في تأسيس المشاريع، رأس المال دائما جبان يدور دائما للأمان. صحيح. انتو كرسالة توجهوها اليوم لحكومة دولة الإمارات ولا شعب الإمارات؟ بصراحة أول شيء لحكومة دولة الإمارات، مهما شكرنا هاي الحكومة فهو قليل. ليش؟ للكلام اللي حكيناه سابقا، حكومة توفر لك أولا نعمة الأمن والأمان. صحيح. حكومة توفر لك الدعم، وهذا شيء قلت لك صدقني صعب جدا تلاقيه. أنا حاولت أفتح بأكثر من مكان قبل، حتى كان في عندي زيارات لك كثير أمكنة. حكومة توفر لك الدعم مقابل لا شيء، يعني ما هي بتنتظر منك بس إنه التميز، أنت تميز، لأنه نحن بتميزك هو تميز أيضا لدبي. حكومة تدعمك بالقرارات بالقوانين، تشجعك على الاستثمار. بلد سهل المحبة فيه، المحبة فيه بصراحة تشمل الجميع. بلد يجعلك أنت نفسك تطوع من نفسك لتحترم القوانين، لتحب الآخرين. يعني هذا الشيء صدقني من النادر أنه تشوفه بأي مكان ثاني، وهذا الشيء ليس نفاق ولا رياء ولا مجاملة، هاي حقيقة يجب أن نعترف فيها والعالم كله عم يعترف فيها. بيقول لك الإمارات ودبي هي من المستقبل، هي بلد قادم من المستقبل موجود معنا. فكل الشكر لحكومة الإمارات، كل الشكر لإخواننا
المواطنين الإماراتيين اللي هم دائما هذا الشعب شعب يتميز بمحبته للآخر، وهذا الشيء على مر التاريخ على فكرة. يعني أنا لما برجع بقول إنه كيف دولة ممكن تحتضن كل عدد هالجنسيات، ولما أشوف طريقة تعامل الشعب الإماراتي مع الموجودين محبة بساطة عدم تكلف. ليش؟ لأنه تاريخيا دائما الدول اللي يكون في إلها علاقات أو تجارة بحرية دائما هي متعودة على استقبال زائرين. صحيح. فهذا كان من ضمن تفسيراتي، لأنه شعب يعاملك بكل أريحية بكل محبة، وعلاقاتي جدا متميزة معهم، ونحن صرنا مثل ما يقولوا من أهل البلد، فنتمنى دائما الخير، نتمنى أنه هالبلد مزيد من التقدم، لأنه بيستاهل، ولأنه كلياتنا اللي موجودين هون نستاهل أنه نكون من ضمن الأمم الراقية والأمم الناجحة. كل الشكر دكتور لوقتك، كان ذلك برنامج إماراتي، نتمنى لك إن شاء الله مزيد من النجاح والدوم.